تعالى وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع مادة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة مع الأستاذ الدكتور محمد بورباب، رئيس هيئة الإعجاز بالمملكة المغربية. في الحقيقة هذه المادة نريد منها أن تكون مادة نهضة في الأمة وتدفع إلى الهروب من هذا يعني التردي الحضاري الذي تعيشه الأمة الإسلامية في هذه المرحلة يعني الصعبة. في هذا الشأن سأقوم بتوضيح لقاعدة بيانات، جزء من قاعدة بيانات الإعجاز في العديد من المواد، وأبدأ بمادة الإعجاز في علم الأمشاج وعلم التوالد وعلم الأجنة، يعني أعطي لمحة عامة عن هذا الموضوع نظرا لأن هذا المحور في الحقيقة هو المحور الذي بدأت بمادة الإعجاز في الظهور، ليس فقط مع العلماء المسلمين ولكن كذلك مع العلماء الغربيين الذين انبهروا لما يوجد في كتاب الله في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه المعاني، من هذه المعطيات التي فرضت نفسها في العالم يعني كله، خصوصا في العالم الإسلامي، بعدما بينت الاكتشافات العلمية الحديثة بأن هناك سبق قرآني في هذه المعطيات في مادة الإعجاز في علم الأمشاج وعلم التوالد وعلم الأجنة. لكي نتأكد من هذا لابد لنا من أن تكون عندنا معرفة بما يسمى بتاريخ العلوم. تاريخ العلوم هناك نقطة مهمة لابد من انطلاق منها ما يسمى بالبريفورماسيون. إذا دخلنا إلى النت وبحثنا في هذا الموضوع سيتبين لنا بأن العالم كله كان يظن إلى حوالي القرن يعني أواخر القرن 19 الميلادي ويعني بداية القرن 20 بأن الجنين يخلق مكتمل في الحيوان المنوي أو يخلق مكتمل في الخلية البيضية، وهذا منذ عهد أرسطو إلى أواخر تقريبا أواخر القرن 19 الميلادي. كانت هناك قبل هذه الفترة يعني في بداية القرن في القرن 17 القرن 18 القرن 19، لكن التأكد من هذه المعلومات لم تتم إلا في أواخر القرن 19 بداية القرن 20، وهذا ما نجده كما قلت في ما يسمى بنظرية التشكل القبلي. نمر بعجالة إلى بعض بإعطاء إشارة عامة عما يعني يحتوي القرآن في هذا والسنة في هذا الميدان. القرآن أشار إلى يعني الإعجاز في خلق الحيوان المنوي، وهذا ما لم يكن ليقوله رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش في القرن السابع الميلادي. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ ونحن نعلم أن خلق الحيوان المنوي والخلية البيضية يتم بحسابات دقيقة جدا، هذه الحسابات التي تنطلق من عدد 46 صبغي عند الأب والأم إلى عدد 23 عند يعني في الحيوان المنوي وعدد 23 صبغي عند الخلية البيضية، ثم يلتقيان ليشكلان من جديد هذه الدورة التي يعني هي دورة ثابتة منذ آدم عليه السلام إلى يومنا هذا ولا يمكن أن تتغير، ثبات ولا تطور في حسابات الحيوانات المنوية. ثم في سورة الطارق يتكلم القرآن عن تدفق يعني الماء من بين الصلب والترائب، وهذا الذي اكتشفه العلم الحديث بأن التدفق لا يوجد فقط عند الرجل ويوجد كذلك عند المرأة من خلال لوفيلاسيون ليكسبلوزيون دو لوفير انفجار المبيض، وهذا أمر يعني بالإضافة إلى أن الآية تقول خلق من ماء ولم تعد الماء لا للرجل ولا للمرأة، لأن الذي كان سائدا في الفكر البشري حتى أواخر القرن 19 أن الرجل وحده أو المرأة وحدها
يعني يعطونا يعطيان الجنين، وهذا خطأ. ثم قول الرسول صلى الله عليه وسلم لون ماء المرأة، يعني البويضة لون ماء المرأة أصفر، لون ماء الرجل أبيض ولون ماء المرأة أصفر. وقد بينت الآن يعني الرؤية المجهرية للخلية البيضية من خلال دراسات يعني عالية جدا نشرتها يعني الصحف دولية متخصصة، بأن البويضة لوفيل لونها فعلا أصفر، كما أشار إلى ذلك الحديث النبوي الشريف. وهذا هذه رسالة لمن يتهجم على حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. ثم النطفة الأمشاج التي وردت في القرآن والسنة كذلك، يعني هي مسألة كما قلنا نطفة مكونة من ماء الرجل وماء المرأة، كما تشير الأحاديث وتشير يعني الآيات، وهو سبق يعني مصطلح يعني مصطلح قرآني لم تكتشفه البشرية إلا أواخر القرن العشرين، لأنهم كانوا يظنون بأن الولد يخلق يعني كقزم عند الرجل وعند المرأة. ثم يعني جنس يعني التسابق الجيني يأتي بعد الإخصاب، التسابق الجيني يأتي بعد الإخصاب، وتشكل يعني التمايز الجنسي يأتي بعد الإخصاب، وهذه نقطة لا يمكن أن يقول بها الآن ونحن نعيش في القرن 21 إلا يعني متخصص كبير في علم الأجنة، لأن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يقول يعني أذكر أم أنثى، يعني وهذا بعد يعني 40 يوم الأولى، إذا مر بالنطفة، هذا نص الحديث، إذا مر بالنطفة 42 ليلة أرسل الله إليها ملكا فصورها وشق سمعها وبصرها، ثم قال يا ربي أذكر أم أنثى. والعديد من الناس يظنون بأن الذكر والأنثى يتحدد فقط في يعني عند التقاء الحيوان المنوي بالخلية البيضية، وهذا يعني لا ليس كافيا، بل يعني التمايز الجنسي يتم بعد 40 يوم كما هو في الحديث في الحديث النبوي الشريف، وقد يعني تطرقت لهذا سابقا في دراسات أخرى، وهذا إعجاز علمي في الحديث النبوي الشريف. ثم طبعا مراحل خلق الجنين التي هي نطفة علقة مضغة عظام لحم، مادة علمية دسمة لكل يعني من يدرس البيولوجيا، بيولوجيا التوالد، يعني فكل آية من آيات تكوين الجنين في الحقيقة وحدها يعني في القرآن كافية لتقطع بأن هذا القرآن هو من عند الله عز وجل. ثم التقدير الجيني من نطفة خلقه فقدره فقدر مباشرة عند قدوم يعني الصبغيات، 23 صبغية من عند الرجل 23 صبغية من عند المرأة، يتم تقدير صفات يعني الجنين. ثم يعني الملاحدة كانوا يعني بغبائهم كانوا يظنون بأن مرحلة اللحم تسبق مرحلة العظام، في حين نجد بأن إذا كتبت مثلا سوميت وهي يعني مرحلة المجهرية، يعني يتبين بأن السكليروتوم مرحلة العظام سكليروتوم تسبق مرحلة اللحم التي هي ميوتوم، هذا أي واحد الآن يمكن أن يجده في النت. ثم يعني يذكر القرآن يذكر بعد هذه المراحل، يقول سبحانه وتعالى يعني يذكر سبحانه في علياء مرحلة النطفة والعلقة والعظام واللحم، ثم سبحانه وتعالى يعقب ثم أنشأناه خلقا آخر، يعني لا يشبه خلقا آخر، يعني يأخذ الشكل البشري، هذا ليس بكلام بشر، هذا كلام الله سبحانه وتعالى.